كيفية طبيب الأسنان. أتمنى بعد تكونوا بصحة وعافية، دخلتوا ديوركم وبدأتوا العمل نتاعكم، بدأت الدراسة نتاعتكم، العيد الكبير توا ما باقي والو، مبارك عليكم العواشر، واش كاين شي كبيش؟ أنا باقي ما كاين والو. نتمنى تكونوا كلكم بصحة وعافية. دونك فيديو اليوم غادي يكون عن طبيب الأسنان، غادي ندير لكم واحد السلسلة من الفيديوهات ماشي عن تجهيزات العيد، ولكن الفيديوهات اللي نتوما طلبتوه ليا بزاف النوبات في التعليقات على القناة نتاع سوما. تبييض الأسنان، بزاف د الأسئلة تيجوني، مين تنبيض سناني وبشحال وشحال من نوبة في العام؟ معرفش أنا علاش ديروني في الإطار أنني فغيمون مبيضة الأسنان تاعنا، مع العلم بأننا يمكن لينا تكون عندنا واحد السنينات بحال هادو اللي عندي وأحسن من هادو اللي عندي غير في المنزل. إلا تبعتوا النصائح اللي كنقول لكم والوصفات اللي غادي نقول لكم، غادي يكون عندكم أسنان كبياض الثلج احسن من الاسنان تاعي. لحقاش انايا راه ما تنتبعش مع المرات النصائح تنسى، ولكن نتوما اذا تبعتوا هادشي اللي كنقول لكم متاكده بانكم غادي يكون عندكم اسنان كبياض الثلج. هادشي اللي غادي نقول لكم غادي ياخذ واحد شويه نتاع الوقت، يعني البياض نتاع الثلج اللي تنهضر عليه انا ما غاديش يبان لكم ديك الساعه، ولكن بشويه 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 ما يضر العام حتى يكون عندكم اسنان ان شاء الله بيض كالحالي. فيديو اليوم غادي يكون هو مجموعه من الوصفات ومجموعه من النصائح، مجموعه من الاشياء اللي نتوما خاصكم تتفاداوهم الى بغيتوا الاسنان تاعكم يكونوا بيضين. يلا معايا اول فقره، فقره نتاع الوصفات، عاد غادي نجي لكم فقره نتاع النصائح. النصائح اللي هما مهمين جدا، الا درتوا الوصفات بلا نصائح راه ما غاديش يكون لكم سنانكم بيضين. بالنسبه للفقره نتاع الوصفات غادي نبدا لكم باول وصفه والمكونات نتاعها هما التفاحه وبيكربونات دو صوديوم. هاد الاشياء هذه هي اشياء موجوده في كل بيت، بيكربونات دو صوديوم راه غادي تلقاوه في الفارماسيان، تسروا الفارماسيان قول لهم عطوني بيكربونات دو صوديوم، كاينين بزاف الانواع والاشكال، هما قولوا لهم عطوك بيكربونات دو صوديوم المختصه بالاسنان. هذا اللي غادي نوريه لكم اللي انا شريته من الفارماسيان على هاد الشكل، هذا الراس نتاعو قدح ليه فيه هكا وتتبرك عليه وتعطيك واحد الغبره بحال هكا. بالنسبه للوصفه الاولى نحتاج الى تفاحه بقشورها والبيكربونات دو صوديوم اللي غادي تلقاهم في الفارماسيان او في الباغا فارماسي. غادي تقبتي التفاح اللي بقشرها واحد طريف منها وغادي تحكيه بالقشور نتاعها حتى تكون عندك واحد العجين فوق هاد العجينه نتاع التفاح اللي طحنتها بقشورها بجلوفها. غادي نزيد ملعقه صغيره نتاع بيكربونات دو صوديوم، ما نكتروش، نخلطو مزيان. بالنسبه لهاد الوصفه الاولى تدار من جوج حتى ثلاث نوبات في السيمانه لا اكثر، وتبقاي تحكي فمك من 7 الى 10 دقائق وانت تتحكي سنانك. الحاجه اللي بغيت نقولها لكم هي بالنسبه لهاد الوصفات هادو ما خاصكمش نتوما تحكوا سنيناتكم بالبروس نتاعتكم الاعتياديه، حاولوا تكون عندكم بروسه خاصه وتكون بروسه للدري الصغير، يعني تكون فرشه للاسنان للدري الصغيري. هذه نتاعتي انايا نتاع الدري الصغيري باش تحكي سنه بسنه، يعني باش انت تنظفي سنه بسنه. هذه الراس نتاعها صغير هي غادي تقدر تنظف لك سنه بسنه، وبين كل سنه وبين كل نسله الا درتي وحده كبيره ما غاديش تقدر تنظف لك كما غادي تنظف لك هذه اللي هي صغيره. الوصفات الطبيعية نتاع جدودنا، قلبوا في الوصفات الطبيعية نتاع جدودنا راه كنوز، عطي كنوز. دونك من بين الوصفات الطبيعية نتاع جدودنا اش كانوا تيديرو حتى يبيضو سنانهم؟ اش كانوا تيديرو؟ تيحكو سنيناتهم بالفخر. انايا شحال من نوبة تنشوف جدة قابطة فخرة قاسحة وتتحك سنانها، تنقول انا ويلي مالها تدير هكا، ولا تيقولو حطوا عليها جنون، ولا راه انايا ديك الساعه
اللي كنت بدار غفلون ما كنت نعرف ديك الساعة والو. هي راه كانت طبيب تبارك الله عليها الصلاة على النبي سنيناتها. يلا وتشوفوا معايا الوصفة الثانية كيفية تبييض الأسنان بالشعبون ولا بالفخر، ولكن ماشي أي فخر، هذاك الفخر اللي كانوا تيحكوا به جنودنا راه يمكن يقيسوا لك هذه اللحيمة الفوقانية ويجرحوها لك ويجرحوا لك حتى الأسنان نتاعك. دونك دابا ولا هذا اللي أنا شريته من أمازون هو فخر، بغيت نقول لكم فخر محفور، فخر مطحون بيو. دونك انا هذا شريته بيو، شريته يمكن بشي 8 اورو، حك عامر حتى الفوق يجي لك تقريبا عام وانت تديري فيه. وهذا الفحم، هذا الفحم الاسود راه ماشي عنده غير تبييض الاسنان، هو تعرف يدير غير تبييض الاسنان، راه عنده بزاف تاع الاشياء اللي تيديرها ان شاء الله غادي تشوفوها عندي في الفيديوهات القادمه. دونك هذا الا بغيتي تشريه غادي تلقاوه في امازون. يلا دابا تشوفوا معايا كيفاش ندير ليه. الثانية فهي عبارة عن الفحم، الفحم اللي هو طبيعي، وغادي نخلطو بشي شوية من الماء. دونك غادي نخوض ملعقة من الفحم نديرها في الكأس، غادي نخلطها بجوج ملعقة ديال الماء. الوصفة الثالثة، الوصفة الثالثة اللي خاصكم ديروها كل نهار، يعني ما غاديش نضر لكم نهائيا الاسنان تاعكم، وغادي تساعدهم باش يكونوا اسنان اللي هما لامعة وغاية في البياض. بالنسبة للوصفة الأولى من جوج لثلاث نوبات في السيمانة، الوصفة الثانية من جوج لثلاث نوبات في السيمانة، ولا درتي الأولى ما ديريش الثانية. أما بالنسبة لهذه الوصفة هذه فهي وصفة يمكن ديريها كل نهار، لحقاش هي عبارة عن قشرة نتاع البنان، قشرة نتاع البنان اللي هي مليئة بالبوتاسيوم وبالمغنيسيوم. هاد الأشياء هادي تتساعد الأسنان تاعك باش يكونوا أسنان لامعة وغاية في البياض. بغيتي تشوفوا كيفاش ندير ليهم؟ يلا معايا. بنانة نقطعها من غير شي شوية، وغادي نخد الجلفة نتاعها، وبهاد الشلفة هادي هي اللي غادي نحك بها سنيناتي. الآن وصلنا إلى الفقرة الثانية، فقرة يمكن تكون مهمة، أنا بالنسبة لي هي فقرة مهمة، وعارفتكم انتم غادي تسولوا على هاد المنتج هذا باش تحكي سنان، واش من كولغات او واش من دونتيفريس. بالنسبة لهاد الاشياء هادي هي كل نوبة وتنبدل كل نوبة. دونك غادي نشوفكم على هاد الاسئلة هادي اللي عرفتكم انتم غادي تطرحوهم ليا باش ننتقلوا ان شاء الله الى الفقرة الثالثة، وهي من اهم عاوتاني الفقرات، وفيها 50% باش يكون عندك عاوتاني اسنان ناصعة في البياض. هذا الدونتيفريس باش تنحك سناني اللي ديما تنشريه سم كارفور ولا من نوكلير، المهم كاين موجود ولا موجود في المغرب. مرة تنبدل وديما تنرجع لهذا، ولا بيتوني نقول لكم شي كولغات فريمون اللي هو تيساعد في تبييض الاسنان، غادي ننصحكم بهذا. هو شي شويه غالي، تتباع بشي 3 اورو ولا 4 اورو، ولكن هو راه من احسن لي كولغات اللي ماشي لي كولغات، راه كولغات راه من احسن لي دونتيفريس اللي ممكن تلقاوهم في بون سيرفيس. نحك سنيناتي بفرشة اللي هي عادية، ومرة تنستعمل الفرشة الإلكترونية اللي هي خاصة تكون عندكم، علاش؟ لحقاش بين سنة وسنة تيبقاو ليك واحد البقايا، هذاك الشيء الصفير بين سنة وسنة شكون هو اللي تيحيدو أو يساعد في تحيته، يعني في إزالته، هي لابغوص نتاع السنان. لابغوص نتاع السنان كل واحد تكون عنده شي بروصة، كاينين بزاف نتاع لي مارك، هادي مثلا نتاع لا مارك أوغال بي فيها بزاف نتاع عريوس. انا تنستعملها وما تنشوف بين سنان سناني ولاو شي شويه تيصارو، ولا حيت تنحك سنيناتي بالبنان هنايا
حيت تحكي مثلا سنينك البنات كما شفتوا معايا تيبقى بين سنة وسنة تيبقى داك الشيء نتاع البنات. دونك انا هي تندوز عليهم باش يحيد ديال البقايا نتاع البنات. ماشي ضروري تكون عندكم او تشريو هذه نتاع لا مارك اوغالبي، تكون عندكم اي ماركه غير هي، خاصه تكون عندكم واحد البغوصه يعني تكون راس نتاعها بحال هكا وتيدور باش تحيد لكم البقايا نتاع الماكله بين سنه وسنه، الحوايج اللي ما تقدرش تحيدهم هذيك الشيته نتاعنا والفرشه نتاعنا العاديه. ودابا يلا مروا معايا ننتقلوا الى الفقره الثالثه. بالنسبه للفقره الثالثه غادي تكون مجزاه الى قسمين. القسم الاول غادي ندوي لكم فيه على الاعداء نتاع سنان البيضين، يعني الحوايج اللي ما تيخليوش سنان باش يبيضوا واخا تديري لهم كاع هادشي كاع كنوري لكم. والفقره الثانيه في هذه الفقره هذه هي اللي غادي تكون النصائح اللي نتوما خاصكم ديروها باش يكون عندكم سنين بيضين اللي تيساعدوا هاد الوصفات اللي انا وريتهم لكم في الاول. بالنسبه للاعداء نتاع السنان معروفين ولكن بغيت نذكرهم بكم، هما التدخين، الا كنتو تدخنوا عول على سنانكم راه غادي يكونوا صفرين، كوكاكولا الا كنتو مبليين بكوكا عول على سنانكم غادي يكون فيهم هذاك اللون اللي هو مصفر، القهوه واتاي. هادشي لا يعني بانكم صافي نتوما تحيدوا كوكا وتحيدوا القهوه وتحيدوا اتاي، لا، غير نتوما قتب ما شربتوا هاد الاشياء هادي خاصكم تحكوا سنانكم بكولغات اللي هو يكون مبيض للاسنان، يعني خاص في هذه المساله. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم اللي تتلو الاسنان هما اللي فخوي غوج او الفواكه اللي هما حمراء بحال الفريز بحال داك بعويده، لا ماشي بعويده، المهم الفواكه الحمراء بكاملها كلها هي راه تتلو الاسنان. لصوص الحمرين كلهم تينونوا الاسنان. جميع هاد الاشياء هادي حاول تجنبوها، حاول تبعدوا عليها، ولا كاع زعما اضطريتوا باش نتوما تاكلوا هاد الاشياء او تشربوها. من بعد ذلك حكوا سنانكم بكولغات يكون خاص في تبييضي الاسنان. في الفقرة الثالثة وهي فقرة تاع النصائح، نصائح اللي هما مهمة جدا. بالنسبة للنصيحة الأولى، بزاف منكم كينسى ينظف اللسان نتاعو، نسال إذا كان عندكم بعدا واحد رائحة فم كريهة وما عرفتوش أش ديرو لها وما كنتوش تنظفوا اللسان نتاعكم، غادا تعرفوا بأن المشكلة جاي من اللسان نتاعكم. اللسان نتاعكم كاين عندو بغصة يعني فرشات خاصة غادا تلقاوها في الفرماسيان، خاصكم كل نهار تنظفوا اللسان تاعكم ولا على الاقل 3 نوبات في الاسبوع. علاش؟ شنو هي العلاقه بين تنظيف اللسان وتبييض الاسنان؟ يا يعني بعض البكتيريا اللي هما تيكونوا في اللسان يمكن هما يطلعوا لكم السنان تاعكم وهما اللي تيقدروا يلوثوهم. علاش؟ لان فركي اللسان تاعك او خاص كي تبغصي اللسان تاعك ضروري حتى هو كل نهار. راه كاين بعض الفرشات نتاع الاسنان اللي تكون هنايا فرشه اسنان وفلور نتاعها تيكون خاص لفرشه او فرك نتاع اللسان، وبزاف منا ما تنتبهوش لهاد الامور هذه وهي امور اللي هي مهمه جدا. حاجه اللي حنايا يمكن بعض ما تيعرفوهاش والبعض تيعرفوها وما تسوق ليهاش، لان فرشه الاسنان تاعنا عندها مدة صلاحية، والمدة الصلاحية نتاعتها 3 أشهر، 3 أشهر صافي كملت 3 شهور خاصها تمشي في النفايات أو في القمامات، ما خاصكيش تستعمليها لحقاش هي غادي تكون 3 أشهر صافي راه خدمات معاك. وخاصكم ديما تشوفوا فرشة الأسنان اللي هي تتلائم الأسنان نتاعكم وتتلائم اللثة نتاعكم، لحقاش كاينة القاصحة وكاينة المتوسطة وكاينة كاع اللي ما تتحكو داك بالنسبة للثة اللي هي تتكون ضعيفة ضعيفة ضعيفة. إلا كان عندكم واحد اللثه اللي تيخرج فيها بزاف نتاع الدم لحقاش هي كانت تخرج لكم بزاف نتاع الدم من اللثه نتاعكم راه حتى هو غادي يلون لكم الاسنان نتاعكم. سولو فارماسيان كاين بزاف نتاع فرش الاسنان اللي هما صحيين وطبيين هما اللي غادي يجي لكم مع الاسنان نتاعكم. واش تنبو الفرشات نتاع الاسنان اللي تلقاوهم عند الحوان تلقاوهم في لي كونسيغ فاس، شوفوا عند هادشي بالنسبه للناس اللي هما عندهم مرض في اللثه نتاعتهم او اللثه نتاعتهم ديما هي تتدم لهم ولا حاطينو ضو الصباح ضو الصباح فمهم عامر بشي شويه نتاع الدفال، راه هذاك الدفال هو التوتي الاول الاسنان نتاعكم. بالنسبه للنصيحه الثالثه، عليكم بتناول الجزر مره مره، كاروطه تكون باقي قاصحه، التفاح بالجلوف نتاعها والكرفس
هاد العناصر بثلاثة من أفضل العناصر التي تساعد في طبيب الأسنان. أما النصيحة الرابعة والأخيرة، خاصكم تشوفوا الطبيب على الأقل مرة في العام باش يشوف لكم سنيناتكم، باش إلا كاينة شي سوس يحيدها، باش ينقي لكم بين سنة وسنة إلا ما خضرش نتوما تنقيو بديك لابغوص نتاعكم. دونك لابد 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 من زيارة الطبيب على الأقل مرة في العام. مرة في العام لا تزوروه، مرة في العام راه سي فغيمون مزيان مزيان، فغيمون مرة في العام مزيان. أما بالنسبة للنصيحة الأخيرة، خاصك تغسلي فمك مورا كل وجبة، يعني ثلاثة نوبات في النهار، في الصباح وفي الغداء وفي العشاء. الفيديو نتاعنا راه تكمل، نتمنى يكون نال يعجبكم، نتمنى يكون مفيد لكم. نرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم، بالاسئله نتاعكم، بالنصائح نتاعكم، بالاقتراحات بخصوص فيديوهات باش نديرها لكم، خليهم ليا تحت في الكومونتير. ما تنساوش تتابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك، غادي تلقاو جميع الروابط نتاعهم في تحت في صندوق الوصف. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ديروا ليا لايك، هادشي طيب فرحني وتشجعني باش ندير لكم فيديوهات اكثر. نتمنى لكم امسيه طيبه، اعتني بنفسك وكوني الاجمل.